يقول السائل: قدمت إلى مكة من الدمام عن طريق المدينة، وفي نيتي الإحرام من التنعيم جهلا مني في ميقات المدينة المنورة، وبعد 3 أيام من العمرة علمت بأن ميقات أهل المدينة من أبيار علي، فهل عمرتي تامة؟ أفيدونا أثابكم الله. نعم، عمرتك صحيحة، لأنك جئت بأركانها وواجباتها، إلا الواجب الإحرام من الميقات تركته، تركت واجبا من واجبات العمرة، فتفدي، تذبح فدية وهي شاة، تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء، وإن كنت لا تستطيع تصوم 10 أيام وعمرتك صحيحة، إلا أنك تركت واجبا من واجباتها وهي الإحرام من الميقات، تجبره بدم. نعم.